بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا أحلى متابعين، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعطاها الله علينا باليمن والبركات بإذن الله رب العالمين. طبعا حبيت أوريكم جزء من الأرض اللي شاف الفيديو قبل كده، اللي أنا صورتكم الغلة ديت قبل ما هي مزروعة لسه. تمام، الغلة دلوقتي كبرت بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، بس لسه ايه السنبية لسه خضرة، لما تنشف ان شاء الله بتندرس وتطلع منها القمح. زي ما انتم شايفين لسه السنبلة خضرة، دي بقى بتنشف وتندرس بيطلع منها القمح، ودي فاصوليا خضرة لسه ما طلعتش قرون، وده البصل الجميل بتاعنا، مش بتاعنا احنا مزرعين، بتاع الجيران، وده خس بلدي. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. عاوز بس اقول كلمتين لوجه الله، ده احنا داخل علينا رمضان باذن الله، ان شاء الله بكره باذن الله رمضان، كل سنه وانتم طيبين. طبعا الناس استعدت لرمضان بالاكل، واستعدت لرمضان بالشرب والفوانيس والمصاريف، وضبت البيت واللي كنست البيت واللي فرشت البيت، كل ده عشان رمضان، واللي فكرت هتسمع مسلسل ايه في رمضان، واللي فكرت هتاكل تفطر ايه في رمضان، تمام، وتفريزات رمضان، كل ده شيء جميل. طب احنا فكرنا هنعبد ازاي ربنا في رمضان؟ ما فكرناش ازاي نقضي وقت في قراءة القرآن، امتى نقرا قرآن، ما فكرناش للأسف إلا من رحم ربي. في الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان بيخطب، هو طلع المنبر، الصحابة سمعوه بيقول آمين 3 مرات، فقالوا يا رسول الله بعد ما خلص الخطبة سمعناك تقول آمين 3 مرات، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أتاني جبريل وأنا صاعد إلى المنبر، فقال يا رسول الله خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين فقلت آمين. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أمم على كلام جبريل عليه السلام، يعني دي ما فيهاش نقاش ولا فيها أي حاجة خالص، يعني من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر، يعني رمضان شهر من الشهور اللي هي فيها عفو كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. وانا بتأسف للناس اللي هي بتفطر في رمضان، من الشباب للأسف معظمنا من الشباب اللي بيفطر في رمضان، اليوم اللي عمره ما يتعوض. الايام كل الايام فيها لها كفارة طبعا، بس الا في حاجات مش عاوز اخوض فيها ملهاش كفارة، او كفارة مغلظة محدش يقدر عليها، انما حتى لو في كفارة في فطار يوم رمضان، حتى لو في كفارة يعني جميع الكفارات متاحة في شهر رمضان، بس عمر اليوم ما هيتعوض في رمضان، صدقوني عمر اليوم ما هيتعوض في رمضان. انتوا شايفين دلوقتي الممثلين استعدوا رمضان بالمسلسلات، والمغنيين استعدوا رمضان بالسهر، تمام، والغنى في رمضان السحور. طب احنا استعدنا ازاي في رمضان؟ عملنا ايه عشان ربنا يغفر لنا في رمضان؟ فكرنا ازاي هنقرأ قرآن في رمضان؟ ده في ناس يا اخوانا اقسم بالله العظيم قبل رمضان ختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة، يعني في ناس قبل رمضان بتختم القرآن مرة واثنين وثلاثة، ده غير رمضان، شهر عند ربنا مفيش فيه لعب، مفيش فيه هزار. فيا ريت نفكر ازاي هنرضي ربنا في رمضان. هل اي حد زعلان منك صحته؟ هل قطع رحم
صلها قبل رمضان عشان ربنا يغفر له، للاسف الا من رحم ربي. ما بقولش الناس كلها، لا ما بقولش الناس كلها، في ناس كتير ربنا ميسرها الحال وبتصل الرحم، ولو حد زعلان منها ولا حاجه بتصالحه قبل رمضان. فيا ريت يا ريت زي ما استعدينا بالاكل والشرب في رمضان واستعدينا تفريزات رمضان، نستعد لعبادة شهر رمضان. انا بقولش محدش ما يوضبش اكل، يوضب زي ما انت عاوز، ما بقولش ما تعمليش تفريزات في رمضان، لا اعملي زي ما انت عاوزه، بس خصصي يوم او خصص يوم فيه قراءة القرآن في رمضان، يعني وقت من اليوم لليوم، اليوم اللي حد نشوف من اول الفجر لحد المغرب، شوف كام ساعه، وخصص ساعه او ساعتين في قراءة القرآن لرمضان. والله ما هتخسر حاجه، بالعكس انت هتكسب حسنات وتكسب رضا ربنا سبحانه وتعالى. مش بعد الفطار نقعدوا بقى نلم بعضنا، نجيبوا بصوت الناس ونغيبوا نغيبه ونميمه وكلام اللي انتوا عارفينه ديت، وناس تدخل تشتم وناس تشنع على ناس، دي ملهاش لازمه. ده شهر رمضان ربنا حبنا وادانا الشهر ده عشان نعرف نجمع فيه حسنات كتير، عشان ربنا يغفر لنا ويرحمنا. يا ريت يا ريت يا ريت ربنا وخصصنا شهر رمضان عشان يرحمنا ويغفر لنا. فان شاء الله يكون شهر سعيد علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. فاللي قطع رحمه يوصلها، واللي مزعل حد يجي على نفسه، يجي على نفسه تمام ويصالحه. وخيركم مما يبدأ بالسلام، لان زي ما قلت لكم ده احنا مستنى الشهر ده من السنه للسنه. يا عالم احنا رمضان بيجي اول يوم نقول اللهم بلغنا رمضان السنه الجايه، فاحنا عملنا ايه عشان نقول رب اللهم بلغنا رمضان؟ ما عملناش حاجه للاسف. انا بتكلم معلش، ما حدش يزعل مني، انا مش هقول لك انا راجل داعيه ولا راجل بتاع دين، لا انا راجل على قدي وبتكلم من اللي في قلبي عشان خايف على الناس وخايف عليكم تمام. فيا ريت نطلع من رمضان يكون ربنا غافر لنا، انما ما نطلعوش من رمضان ما نبناش غير الامتناع عن الاكل والشرب والزوجه وامتناع عن المحرمات، ونيجي بعد شهر رمضان او يوم القيامه اكننا ما عملناش حاجه في الشهر ده، زي اللي بيصلي عشان يقول الناس تقول ده فلان بيصلي، زي اللي بزكي عشان يقولوا ده فلان بيزكي، يبقى ما عملش حاجه. فاحنا نطوع ربنا في الشهر ده بما يرضيه ويرضي رسوله الكريم، ما نجيش اخر الشهر ولا كاننا عملنا حاجه، اكننا صمنا وجوعنا ولا كل ده ملوش لازمه، صفر، عملنا كله صفر. فنتقي الله ونعبد ربنا حق عبادته في الشهر ده، ويا ريت كل الشهور، مش شرط شهر رمضان بس، يا ريت كل الشهور. بس هو ربنا سبحانه وتعالى اختص الشهر ده بالذات ان شهر مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه هدى القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم فلم يستطع فعدته من الايام الاخر. يعني عظمه رمضان عند الله كبيره جدا، يا ريت نعرف ونحاسب انفسنا قبل ما نتحاسبوا، حاسب نفسنا قبل ما تحاسبوا وقبل ما تنام، عملت ايه النهارده؟ صمت صح ولا ما صمتش صح؟ رضيت ربنا في اليوم ده ولا ما رضيتش ربنا؟ قريت قران وبرحت كده وبتأني ولا ما قريتش؟ اللي ما بتعرفش تقرا قران واللي ما بيعرفش يقرا قران يستمع، هتاخد برضه ثواب برضه تمام؟ هتاخد ثواب برضه، اللي ما بيعرفش يقرا قران يستمع للقران ونعمل بيه، مش نسمعه بس، يعني نسمعه قران ونعمل بيه، مش نسمعه قران من هنا ويطلع كلام ربنا من هنا زي ما قلت في فيديو قبل كده، لا. وربنا سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، يعني كل ابن عمل ابن ادم ليه، هو اللي هيخششه النار وهو اللي هيخششه الجنه باذن الله، انما الصيام لربنا، هو ساب جزاؤه ليه هو لوحده، يعني جزاء الصيام ربنا سابه ليه،
مش ليك، لان هو اللي هيحدد انت صمت ازاي وعديت ازاي شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله ربنا يغفر لنا في رمضان ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله رمضان مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله وأهله.